ايش القضايا المعقدة جدا الخاصة بالانتهاكات، وكان الممارسات ذات الطابع الاجتماعي، ختان الإناث، زواج الطفلات. ايضا نتحدث عن الإشكالات الخاصة بالقوانين المميزة ضد النساء عموما وضد الطفلات في بلد. كمثال فقط، لا زال سن الزواج حتى الآن بالقانون هي 10 سنوات للبنات. حققنا انتصارات في الفترة السابقة وعبر نضالات طويلة جدا. جيت الورشة لأنه أنا شايفة أنه الطفل أو نحن كطفلات في السودان محتاجين لحياة كثيرة مفروض تتوفر لنا، يعني أول حاجة التعليم، الصحة. في ناس ما بيقدروا يتعلموا ولا بيقدروا يتعالجوا لأنه مستواهم الاقتصادي ما كويس. برضو في المجالات الأنشطة الثقافية، الحياة زي دي، إحنا ما قاعدين ناخد فرصتنا بحكم إنه إحنا بنات، فالفرص بتمشي كلها مثلا للأولاد بس انت بيت ما ممكن تعملي كده، مع انه ما بيكون في اي مبرر منطقي للحاجه دي. يعني يعني الزول لما يكون واعي بحقه بيقدر انه يجيبه او على الاقل يعني كده، لكن هو اذا ما عارف حقه شنو اصلا ما حيقدر يجيب حقه. فكون انك انت تخش ورا زي دي او البنات يلقوا ورا زي دي كثيره وفرص انهم يتعلموا حاجات جديده، هم اكيد كل مره حيعرفوا حقهم شنو، حيحاولوا انهم يجيبوه بكل الطرق يعني.